السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، هنا في منزلنا في العذيبة سلطنة عمان، ويشرفنا بوجود في هذا البلد الأمين، بلد نحن نسعى وصول لتحقيق الأهداف المرجوة، من حيث أن ما توصلنا إليه كاكتشاف عماني وابتكار وتأسيس هذا النوع الجديد من الطب، يندرج ضمن الطب يعني الطبيعي، العلاج الطبيعي تحت صناعة العافية. وكهذا اكتشاف عمانية خليجية عربية من جانب واحد، لكن هي تتدرج مع خطة أمريكية. هذا هو السبب أن تواجدنا بين سلطنة عمان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتبنا هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نشتغل على خطة استراتيجية، ونسأل الله تعالى يوفقنا في هذه المساعي النبيلة وتحقيق الأهداف المرجوة، من حيث نشر هذه الحملة على مستوى العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف من حيث تكون هناك مشاريع تهدف هذا الجانب، من أجل يستفيد كل منادي، كل من يسعى لتحقيق الصحة الشاملة. هذا هو الهدف الأساسي، وكذلك ما يتعلق بالأبحاث العلمية ومعملية، وهذا نقطة مهمة جدا لإثبات فعاليته من قبل جهات أكاديمية، من قبل علماء، خلال أسس ومعايير معمول بها بشكل مرتب ومنظم، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا وكان هناك إنجاز الحمد لله حتى الآن 4 سنوات متتالية من قبل جامعة في الجزائر بأبحاث معملية على الفئران. الحلقة هذه نحن أردنا نتحدث خصوصا تتعلق بالثورة الصناعية الخامسة. طبعا العالم الآن كما هو معروف أن مر بثورات صناعية كبرى، ومن بينها يعني الثورة الصناعية الأولى بدأت في المملكة المتحدة، وكذلك في انتشرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فمرت في القرن 18 أو بداية القرن 19 بدأت أول ثورة صناعية من تحويل السكان من القرى من الزراعة إلى الصناعة. هذا كان أول صناعة، ومن ثم بدأت تطور إلى وصول الصناعة الحالية، هي صناعة الثورة الصناعية الرابعة. فالثورة الصناعية الرابعة هي تدرج من حيث أن اللي هو النانو تكنولوجي، وكذلك الإنسان الآلي، وكذلك تطورات مذهلة في التكنولوجيا، في المعلومات، وفي الإنترنت وما شابه ذلك. ونحن طبعا استنادا على بالرجوع الى البرين ستورمينج، ما يسمى بالعاصفة الذهنية، وهناك طبعا تدريب تلقيناه من فترة ما يتعلق ببرين ستورمينج، كيف تتعرف على مستجدات ومتغيرات في شأن في الأحداث العالمية، سواء كانت محلية او اقليمية او عالمية في اي مجال كان. وطبعا نحن في مجال صناعة العافية او الصحة الشاملة، لذلك كما ارتأينا وعلى ضوء الذي بهذه المتغيرات التي تحدث في هذا العالم، في تحديدا على غرار هذا الوباء الأخير كوفيد 19 الذي يغير صفحة تاريخ العالم، هذا يعتبر أن يؤدي إلى حدوث ثورات متتالية، ثورة وتليها ثورة أخرى في فترات زمنية قصيرة جدا. وهذا ما ارتأينا، وهذه الثورة التي تدرج 5 أنواع من الثورات كلها تدرج في الثورة الصناعية الخامسة كما ارتأينا، وكما نحن نؤمن بذلك على يقين بذلك. لذلك الثورة هذه الخمسة ثورات التي يعني العالم الآن، تاريخ العالم على ضوء في تغيير صفحة العالم، تاريخ العالم صفحة بالكامل، تغيير العالم إلى عالم آخر، عالم متغير بالكامل لم يسبق له مثيل من قبل وبسرعة فائقة.
يعني لدرجة أنه إذا كان التكنولوجيا كان يسمى التكنولوجيا اللي هو exponential growth أو تطور مذهل للتكنولوجيا. طيب هنا نتحدث عن الثورة يعني مجموعة من الثورات بشكل سريع جدا. الثورة الأولى هي الآن بدأت هذه الثورة هي ثورة الصحة. الصحة التي نتحدث في صناعة العافية يعني الصحة الطبيعية، الصحة التي لا تستند على يعني الإنسان المعاصر أصبح اليوم يفهم الفرق بين الإنسان قدرته في عملية الاكتشاف والابتكار والصناعة والصناعات المتطورة. هذا علم من خلال العلم الذي حظي به الإنسان، لكن فيما يتعلق بالمخلوقات والطبيعة هذا الشيء لا يستطيع الإنسان يمسها، لا يستطيع يغيرها، بل عليه أن يفهم كيف تعمل هذه الطبيعة والمخلوقات، وبالتالي كيف فهم ما يستلزم من بقائها بحيث أن يبقى التوازن الكوسموجينيك يعني جميع الكواكب بما في كوكبنا الأرض وهو الأهم، وهذا كوكب حيث نحن البشر 7.8 مليار نسمة يعيشون على هذه الكرة الأرضية في هذا الوقت من الزمن. والآن في الثورة الصحية هذه راح تحدث كما ارتأينا بداية انتهاء تغيير مذهل في صناعة الأدوية. إذن صناعة الأدوية ستبدأ تنهار بشكل لم يسبق لها مثيل، وهذا ليس بقصد أن ربما هذا الخبر لا يتقبله الذين لهم مصالح في هذا الشأن، لكن هذا التحصيل حاصل. هذه الثورة لم تأتي من إنسان، هذه ثورة عالمية تأتي على شكل عاصفة قوية جدا وتغير مبادئ الإنسان بفهم الفرق بين المصنوع والمخلوق. المصنوع يعمل على اعتماد من ما صنعه الإنسان من المكونات ومواد كوقود نسميها لجعل هذا الجهاز المصنوع سبيل المثال السيارة تعمل بشكل سليم وفقا لصيانة دورية يعملها الإنسان، وكذلك الوقود الاصطناعية صنعها الإنسان اعتماد على معايير معينة بالمواصفات من المصنع ذاته. أما الإنسان أو المخلوق بصف عامة ليس مصنوع، لذلك الإنسان عندما يعتمد على ما يسمى العقاقير الطبية من أجل الحفاظ على الصحة أو الوقاية من الأمراض أو الشفاء من الأمراض، وكذلك التطعيمات، هذه التطعيمات من أجل الوقاية من مثل مرض الكوفيد كورونا فيروس ما شابه ذلك. إذا ارتأيته بشكل سليم جدا راح تلاحظون بأن الإنسان الصحي الذي يسمى السمتوماتيك الذي يتمتع بصحة وفيرة ما ينشغل بأي شيء ما يتعلق بهذا الأحداث، يعني هو ربما يتأثر بطريقة غير مباشرة إذا كمثل تجارة أو السفر أو ما شابه ذلك، لكن كالشخص الصحي أصبح لا يؤثر عليه هذا، مجرد معلومات يعني تدور مجرد كأن تدخل من جانب وتخرج من جانب آخر. أي معنى الإنسان الصحي هو ليس مستحدث مباشرة من حيث المخاطر جراء هذا الفيروس وسرعة انتشاره وتجدده ويتجدد بشكل متجدد بشكل بقوة أكثر عن مكان سابق. وهذا لو ارتأينا ذلك فالإنسان على ذو ذلك هذه العاصفة التي تأتي وتفرض الإنسان المعاصر بأن يأخذ يسموها لما تلقينا التدريب الصحي في Institute of Integrative Nutrition أكبر معهد التغذية التكاملية في العالم يقول أها مومنت يعني لحظة أها الإنسان مباشرة يقول أها هل أنا مصنوع أم مخلوق؟ طيب لما أعتمد على عقاقير طبية قد تنفعني لكن تترك أثرا عاجلا وآجلا يعني لابد بتجيب مشاكل مجموعة من المشاكل. لذلك عندما ترى الإنسان إذا عنده أمراض كثيرة مثل 4 أنواع من أمراض أو 5 أو 6 وفي أشخاص يأتون إلينا عندهم 14 نوع من المرض في فترة امتدت 20 سنة 25 سنة. طيب لما نيجي في السؤال الأول كيف حال بدأت كل هذه الأمراض بدأت مرة واحدة؟ لا يقول لي لا
يعني بدا بحساسيه، من حساسيه ثم مرض، ومرض ياخذ عقاقير طبيه اعتماد على اساس شو من المرض او من الحساسيه او من مشكله ما صحيه، وبثم تدهور الوضع من سوء الى اسوء، بدا يتجلب مرض وراء مرض وراء مرض وراء مرض. طيب اذا اللسان المعاصر اصبح يفهم بان العقاقير الطبيه هي كانت تنفع بشكل ما، لكن مع وجود هذه الثوره الصحيه العالميه الخامسه الان صناعه العافيه وتحديدا الصحة الشمولية أصبحت تأخذ حيزة المستوى العالم. كل إنسان أينما يتواجد، لأن هذه العاصفة هذا كورونا فيروس لم يؤثر على جهة أو جهة مجموعة أو قارة أو بلد، لا العالم بأكمله بأكمله تأثر تأثيرا شديدا، وحتى اقتصاديات العالم تأثرت بالشدة. لذلك على ضوء هذه الخسائر البشرية الهائلة وكذلك في الأرواح الوفيات والإصابات والمستشفيات والركود في العناية المركزة وما شابه ذلك، إذن صناعة العافية هي صناعة التي تعتبر تدخل في صناعة الثورة الصناعية الخامسة الخامسة. لذلك شركات الأدوية إذا ما تغير سياساتها من حيث تتقبل وتبدأ تغير منظومة هذه في خدمات العافية، فهم بأن الإنسان ليس مصنوع، الإنسان يعتمد على مواد طبيعية، فهم هذا هيكل تنظيمي للإنسان، هيكل الهيكل بالكامل جسم الإنسان كيف يعمل وكيف خلق وكيف اكتمل هذا الخلق وكيف اكتمل المنظومة متكاملة. ومن ثم طيب لماذا انقطع هذا؟ أين ما هي الوقود التي جعلت هذا الإنسان تكون بتكوين متكامل وسليم ودقيق جدا، لكن عندما يأتي في الدنيا انقطع تلقائيا. ذلك نحن ارتأينا بأن الطب الهاكوباثي هاكو ريفيتالايز ثيرابي هاكو باثيك ميديسين وجاي يحل هذه الإشكاليات التي أساسا كانت من أول موجودة تناقضات ما بين الطب الألوباثي الطب الغربي والطب الأوستيوباثي، بحيث أن الطب الأوستيوباثي هو القائم مبادئ على أساس جسم الإنسان لديه قدرة، يعني جسم كيان متكامل الجسد والروح وما شابه ذلك body mind and soul، ولكن هذا الهيكل ينهار لأن يعني أول شيء بمبادئ الطب الأوستيوباثي، بحيث أن جسم الإنسان لديه القدرة الكامنة في الشفاء الذاتية الصيانة الذاتية الوقاية الذاتية. إذا في هذه الحالة إذا كان الجسم الهيكل لديه هذه كل المزايا، طب ما الذي يؤدي إلى الجسم بانهيار؟ إذا نحن الطب الأوستيوباثي الذي أسسناه في الولايات المتحدة الأمريكية، بس اكتشاف بدأ من هنا، لكن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية الملكية الفكرية مسجلة في مكتبة الكونغرس، إذا تخضع لأعلى مستوى من الحماية في المستوى الولايات المتحدة الأمريكية مستوى الحكومة، إذا تخضع لأعلى مرتبة الحماية مكتبة الكونغرس، والكونغرس له القدرة السلطة حتى إزالة رئيس الدولة بأكمل impeachment يسمى. تمام طيب إذا في هذه الحالة إذا هذه الحماية موجودة، إذا يعجبنا في الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهم يعني كل إذا تريد يعني معلومات في حرية مطلقة في توفير المعلومات، لو تدخل موقع باب ميد يعطي كل معلومات دقيقة عن أضرار الأدوية، يوريك يعني مرض معين مثلا إيش أضرار الأدوية التي تؤدي الإصابة بهذا المرض. فلذلك المريض أو الشخص الذي مصاب بأي أذى قلب صحي أو مرض عندما يأخذ الدواء من أجل الشفاء من تلك المرض، سواء هو بنفسه افتكر أنه شفى من تلك المرض، لكن فيما بعد تأتي مشكلة أخرى يتفاقم الوضع، تبدأ تحصل سلسلة من الأمراض والمعاناة والشديد الشديدة، فيظل المريض يعاني ويعاني سلسلة ويظل تلك فترة طول حياته. لذلك أين وصلت صناعة الدوائية؟ إذا صناعة الدوائية الآن بدأت توصل إلى خسائر قريبا، بس تلاحظون ونحن أردنا هذا التسجيل بحيث أن تدخل خسائر مادية فادحة لم يسبق لها مثيل، ولذلك كل ما اكتسبت من جراء هذا الوباء وما شابه ذلك ارتفاع يعني ربحية خيالية في صناعة الدوائية، لكن هذا مناداة وهذا استجداء لشركات الأدوية بحيث أن تنقذ استثماراتها من حيث تبدأ تتقبل هذه الثورة الصناعية الحالية.
اللي هي الخامسة في صناعة العافية. وعندما احنا قلنا سلسلة من الثورات التي ستأتي تلقائيا تباعا، يعني بدا من الثورة الصناعية، وحتى اللي ترتأيته يعني في اوروبا الان مظاهرات وما شابه ذلك، الناس خلاص يعني طفرانين سنة كاملة، يعني لبس الكمامة وما فريش والعزلة الصحية، طبعا الحكومات تبذل جهودها، ولكن ما هي الطريقة هذه؟ لأن الإنسان خلاص بدأ خلاص يتمل من كثرة العيش كأنه في السجن. أنا شخصيا مثال لما ألبس الكمامة أشعر غير ارتياح نفسي، بس مضطر أن القانون ينص على ذلك. لكن شخصيا كمتخصص في الطب الحكوباثي أعلم أن أنا استخرج من رئتي ثاني أكسيد الكربون، وبالمقابل أول ما يستخرج وأقوم بشحفته مرة ثانية، يعني تخيل أنا لابس كمامة واستخرج ثاني أكسيد الكربون، وتعرفون أن ثاني أكسيد الكربون ليس هواء نقية، مضر جدا، يعني خطير، غازة خطيرة. يعني نحن نستخرج غازات سامة وثاني أكسيد الكربون، أول ما استخرجه ونستنشقه مرة أخرى. يعني تخيلوا كده ألبس الكمامة، إذن الأضرار ما تحصل الآن، أضرار تحصل المدى البعيد، ومن بين الأضرار تقلبات مزاجية وشعور بعدم ارتياح وما شابه ذلك، وأضرار صحية على المدى البعيد فيما تعرف الجهاز المناعي وكما ارتعينا شخصيا. وهناك أيضا شخصيات علمية أشعر فيما يتعلق بهذه المخاوف جراء لبس الكمامة لفترة طويلة، حتى أنا أشعر حتى لو كان لخمس دقائق أضرار تكون، لأن أعيد استنشاق ما قمت بإخراجه. يعني أنا استخرج ثاني أكسيد الكربون بينما أحتاج إلى أكسجين ثافي، هواء نقي أستوعب أستنشق. إذا في هذه الحالة بدل ما أستنشق هواء نقي أستنشق نفس هو الغاز السامة، الغاز السام اللي هو ثاني أكسيد الكربون، واسترجع مرة ثانية. إذا العالم بدأ يشعر ذلك، إذا هذه المشاكل على مستوى العالم، الاحتجاجات وما شابه ذلك وانتشر في أوروبا، والآن حتى ما يتعلق بالشائعات، يعني يسمى شائعات لكن بعض الدول بدأت توقف، مثلا سبيل المثال الحقنة اللي هو تطعيم الدواء هذا أسترازينيكا، يعني بدأت تظهر مؤشرات بأن يعني شكوك بأن يؤدي إلى بلوت كلوت، أو اسمه بلوت كلوت هو الكلوت التجمعات الدم، تجمد الدم في وبالتالي هذا يؤدي مشاكل صحية خطيرة. بعض الدول يعني مثل بريطانيا وأوروبا بأكملها، اليونايتد يوروبيان يونيون أو اسمه أوروبا European Union، أوكي، مع بريطانيا وكذلك أستراليا أعلنوا وقف تلقائيا هذا الدواء، معنى حتى إشعار حتى، بس ما قالوا هذا هو السبب أسترازينيكا، بس فيه شكوك لأن كثيرين من الناس بدأوا يتأثرون وبدأوا يعملوا دراسات دقيقة ليكتشفوا، لأن هذه اللقاحات لم يتم دراستها لفترة طويلة من الزمن، مثلا 10-15 سنة، فحصلت على موافقات من منظمة الصحة العالمية لأنك وضع طارئ الجراء الهزة اللي سهزة في العالم، فاضطروا يعطوا موافقة لاستخدام هذا اللقاح، لكن لم تحصل دراسات على مدى بعيد، هي دراسات من فقط 3 أشهر، لكن ما حد يعرف ما هي الأضرار المدى البعيد. إذن نحن نتحدث عن الثورة الصحية كهي تعتبر صحة الثورة الخامسة في صناعة الثورة الصناعية الخامسة. لذا شركات الأدوية حان الآن لتبدأ تفكر في تغيير استثماراتها إلى مشاريع تتعلق لصناعة العافية، كل ما يتعلق بالطبيعة، وألا أن الشركات التي ستحاول تمسك أصابعها كتقاليد لنتمسك بالتقاليد، لأن قريبا تتحول الأدوية إلى أن كان شيء من التقاليد، وبالتالي المجتمع العالم لا يرح يتقبل ولا يكون هناك في فرضية سواء استخدام لقاحات أو استخدام الأقراص الطبية. وأنا شخصيا أنا مع أفراد أسرتي تمتنعنا امتناعا كامل استخدام جميع أنواع الأدوية منذ 14 سنة وحتى الآن، وكذلك اللقاحات، وإذا إلا إذا كان فرض أمر يعني لابد منه، ولو حاولنا نتحرب منه
لو استطعنا بقدر المستطاع، لكن نحاول بقدر المستطاع ما نخضع لهذا اللقاح، أي نوع من اللقاح، لأن لا أريد أي جسم غريب يدخل في جسمي، وهذا هذه حرية شخصية أنا، وأنا أعلن هذا، هذه حرية شخصية. لكن هناك أيضا حكومات أيضا تفرض من حيث السفر، من حيث كذا، بحجة أن لا، إذا مخاطر على الآخرين، انتقال، وممكن تحمل هذا الفيروس ينتقل للطرف الآخر وهكذا. لذلك أدفع ثمن، مضطر أدفع ثمن من أجل طرف آخر، لكن أعلم أنها ستكون هناك أضرار على المدى البعيد. هذه أنا أعلن عنها، باعتبار أي شيء غريب في جسم الإنسان يدخل يمثل خطر أكثر ممكن يمثل فائدة أو وقاية أو حماية أو علاج. الثورة الصناعية التي تليها تلقائيا هي ثورة الشباب. ثورة الشباب معناها أن مراكز القيادية ستحلها فئات من الشباب، فئات من الشباب أي من 20 سنة وما بين 25 سنة، نقول سن البلوغ بالكامل، يعني نقول من 25، بين 20 و 25 إلى سن 40 وبكثير سن 50، هذا السن الشباب، هم الذين سيكونوا هنا ويحلون محل القيادات الرفيعة، سواء في السياسة، يعني حكومات، في الوزارات، هيئات حكومية، وكذلك في العلم والابتكارات والشركات الكبيرة. وبدأ فعلا، على سبيل المثال لو تشوف فيسبوك، من هو مؤسس فيسبوك؟ يعني لو المؤسس فيسبوك شاب صغير، إيلون ماسك اللي هو شركة تسلا، وكذلك مايكروسوفت، وطبعا مايكروسوفت الآن اعتزل وقد يعني خرج من مايكروسوفت، هو بيل جيت، والآن الموجود يعني فئات كل من قيادات موجودة فئات من الشباب، وكذلك حتى الشركات، كبرى الشركات العالمية، يعني رؤساء وكبار الشخصيات الاكسكيوتيف ممبرز ومؤسسين وكبار التجار بدأوا من فئة الشباب، فئة الشباب. إذا نعتبر هذه ثورة الصناعية للشباب أيضا، الذين هم الآن يعني يمسكون هذا المناصب القيادية، وقد تبين أيضا من سن المتقدمين وما سن من 50 وما فوق، الشخص الذي لا يعطي أولوية لصحته فقد يصبح هو مستهدف مباشرة من أي فيروس قادم، سواء هذا الحالي أو قادم، لأن العالم يمر إلى مجموعة سلسلة من الفيروسات تهز العالم من وقت لآخر، كل سنة سنتين ثلاث سنوات، والآن أقل من سنة واحدة ثلاثة، يعني تتجدد بشكل مختلف، يعني هذا مجرد فيروس 19. الثورة الصناعية الثالثة هي اللي هي ثورة ال تتعلق بالعافية، العافية، ولا نقول العافية بالتحديد قدر نقول اللي الثروة، الثروة. لا نتكلم الثروة، لا ما يفهم الناس، ما يفهموها خطأ بأن الثروة امتلاك كثير من المال، لا لا، الثروة كما ارتأينا هو امتلاك جميع الخمس عناصر مكوناتها بإجمالي. أول شيء مزيدا من قوة الإيمان، فهم ما هي أسسك وما هي مسؤوليتك تجاه الوطن، تجاه المجتمع، تجاه الآخرين، تجاه معاملات مع الآخرين، تجاه في كل مجال. كلما تكون الشخص أمين، كلما حققت قيادتك بشكل أفضل وآمنا. لذلك هذه نقطة مهمة جدا، قوة الإيمان. ما شرط واحد يكون متشدد في الدين، أو بالعكس، يعني يكون شخص في فرق بين قوة الإيمان ومجرد التدين. نحن نتكلم عن قوة الإيمان، هذا النقطة واحدة. النقطة الثانية من ضمن الخمسة العناصر، الثروة، الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية. والنقطة الثالثة اللي هي السعادة، السعادة لا تشتري بالمال أو بالسلطة. ونقطة الرابعة العلم والمعرفة، العلم والمعرفة. الخامس الثراء، الكثير من المال. الثروة والثراء مختلف، ليس كل ثري، يعني ليس كل غني ثري، بل كل ثري غني. وبالتالي الشخص الثري هو الذي يمتلك كل هذه الخمس عناصر، وبالتالي حتى ما يتعلق بامتلاك الثراء أو المال، هو openness بالإنجليزي، راح يكون بكل سهل وسهولة. وهذا خبر مفرح، بحيث أن راح تقلص اللي هي مشكلة المجاعة ومشكلة الفقر في العالم، كرة الأرضية. نعم نعم، وهذا أيضا تحصيل حاصل. والثورة الصناعية الأخرى التي تليها من ضمن الثورة الصناعية الخامسة
اللي تتعلق بالحروب والاقتتال. أصبح الإنسان اليوم يتجنب، الإنسان المعاصر يتجنب الاقتتال والحروب، يعلم بأن كل من اختلف من الطرف الآخر هناك في مسؤولية مشتركة وهناك في مصالح مشتركة تجمع بين الطرفين، سواء كان مجموعة من الأشخاص أو شخص من شخص آخر أو قبائل أو دولة معينة أو قارة. لذلك كثير من دول العالم تبدأ تقلل من هذا كل ما يتعلق بالاقتتال بين البشر، سواء مستوى البلد أو مستوى الأفراد ومستوى الجماعات وما شابه ذلك. الإنسان المعاصر يريد يعيش حياة أفضل وله أسرة وله مسؤولية له وما شابه ذلك. إذن هذه كلها سلسلة الثورات التي تمثل الثورة الصناعية الخامسة كما ارتأينا والله أعلم. لذلك نسأل الله تعالى التوفيق لكل مشاهد وكل مستمع، وطب الحقبثي فعلا أصبح يمثل العنصر الهام المهم جدا في التكملة ما كان سبق في دراسات علمية أكاديمية ومؤسسات أكاديمية كطب الأوستيوباثي، حين اكتشف بكيفية عمل هذا الهيكل منظومة متكاملة اللي هو جسم الإنسان. لكن طب الحقوباثي جاي يكمل الناقص اللي هو الوقود، تغذية الجسم بالوقود، وتحديدا الحقوباثي هو الماء ساخن، وأي ماء ساخن يغذي الجسم بالماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين، هي وقود طبيعية لم يصنعها الإنسان ولا يستطيع أي إنسان يصنعها مهما بلغ من العلم. لذلك موجودة وضمن تمثل البيئة متكاملة، منظومة كونية للبيئة. لذلك كل هذه تقع ضمن منظومة الكونية للعالم بأكمله. لذلك نرجو لكل مستمع لايك للفيديو، إعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة حتى يأتيك إشعار بكل جديد، هذا مهم. نشر على معرفك، لأن بطريقة هذه العالم يتحول إلى عالم أفضل. فالتغيير لا يحدث من الآخرين، التغيير يحدث من الذات. فكن أنت التغيير، قل أنا التغيير، التغيير إلى الأفضل، التغيير السليم. وننتهي بثورة الأخيرة اللي هي ثورة السلام، التعايش السلمي بين كل الأمم بغض النظر عن ما اختلافات ثقافية دينية عرقية وما شابه ذلك. فأصبح كل الغني يدور على الفقير عشان ينسجم مع بعض، لأن يجدوا أن في مصالح مشتركة فيما بينهما، وكذلك الدولة الغنية والدولة الفقيرة ما في، خلاص راح تكون في مصالح مشتركة. وكذلك ما يتعلق بالديانات، الديانات راح تبدأ عملية انسجام من حيث المسلم يتقبل المسيح ويتقبل اليهودي يتقبل، لأن التحصيل حاصل بحيث في مصالح مشتركة، في انسجام قوية لم يسبق له مثيل في العالم. لأن العالم أصبح قرية صغيرة، يعني يعيشوا في شركة واحدة أو في بلد واحد أو في منزل واحد أو في مدينة واحدة، مجموعة من الأشخاص بمختلف الديانات مختلف العرق ما أدري جمع العرق زين الكريد بالإنجليزي، وكذلك الثقافات المختلفة. إذن كلما إنسان انفتح على الانسجام، كلما وجد أن فعلا هناك في مصلحة مشتركة بين فئتين، سواء من شخصين أو مجموعتين أو بلدين أو مهما كان يعني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لايك، الاشتراك ونشر. مع السلامة. حكوا